مما لا شك فيه ان كلنا بنعاني من حاجه اسمها صراع الاجيال. ايه هو صراع الاجيال؟ انه في اختلاف في الاراء وفي الافكار وفي العادات وفي التقاليد ما بين الاباء والابناء. الاباء دايما شايفين ولادهم مش فاهمين اي حاجه وبيتصرفوا تصرفات مش صحيحه وما عندهمش خبره في الحياه وبيتعدوا الحدود وبيكسروا كل القواعد اللي كانوا متربيين عليها الاباء قبل كده، وبالنسبه للابناء بيبصوا زي الاباء بس انهم متشددين ومش قادرين يواكبوا التطور اللي بيحصل في هذا العصر. شايفين ان هم متاخرين شويه عن اللي بيحصل، شايفين ان هم متشددين شويه ببعض العادات والتقاليد الباليه دي من وجهه نظر الابناء. سؤالنا بيقول مع اختلاف الاجيال ازاي بتقدر تتواصل مع والدك، وهل بتقدر تقنعه بوجهه نظرك ولا لا؟ بتقدري يا منى؟ ما كانش عندي المشكله دي. بابايا ربنا يديه الصحه كان دايما بالعكس بحس ان انا مش لاحقه من كتر الانوفيشن اللي كان بيعملها وكتر التجديدات اللي كان بيعملها. هو دادي يعني والدي كان متفتح جدا في كويس جداً. فكره بيتقبل جدا الامور بينا قائمه على النقاش. يمكن ده بسبب جدودي انا، جداني سواء جدي لامي او لجدي ابويا برضو كان عندهم القصه دي. يعني ما عندناش قصه برغم ان والدي كان راجل عسكري لكن ما عندناش قصه انك تقول الكلمه اللي هي نافذه وغير قابله للنقاش واللي هي القواعد اللي ربينا عليها كلها بتاعه الالتزام. لا احنا كان عندنا القدره على النقاش والقدره على انك تقول رايك وتقول وجهه نظرك يا شاذلي. كمان فكره ان انت تقتنع ان انت مش مجبر خالص ان ابنك يبقى زيك، انك مش علشان انت من وجهه نظرك شايف حاجه صح يبقى لازم ابنك يتصرف زيها او بنتك تتصرف زيها. تبقى مقتنع ان في فروق فرديه، ان الولدين او البنتين او الولد والبنت اللي انت مخلفهم او كان العدد اكبر مش لازم هم كمان الاثنين يبقى عندهم نفس المهارات. في واحد ممكن يبقى شاطر في الدراسه، في واحد ممكن يبقى شاطر في الرياضه، ممكن يبقى واحد مش شاطر في الرياضه ولا شاطر في الدراسه لكن اخلاقه كويس، حالم، حنين. يعني في تفاصيل كتير جدا لو اقتنعنا انها ممكن تكون موجوده وتعاملنا مع كل واحد بفكره الفروق الفرديه الموجوده وان مش كلنا لازم نبقى صور من بعض، اعتقد الموضوع هيفرق كتير. بكل تاكيد احنا بس عايزين نركز على نقطه كده. الاباء مثلا وهم بيتربوا من جدودنا بقى، يعني احنا بنرجع للاجيال اللي كانت قد ايه الفتره دي بالتاكيد كانت صعبه على جدودنا لان هم شايفين ان اولادهم بيخرجوا عن المالوف. لكن انا مقدر جدا انه الزمن اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو بتتسع اكتر والتطور بيحصل بشكل سريع جدا، فبالتالي احنا مش بنستنى جيل من جيل، لا ده احنا كل مثلا 5 سنين بتلاقي الدنيا كلها اتغيرت. فحتى الجيل الواحد بقى فيه انقسامات ما بين الجيل الواحد دلوقتي. فاحنا بشكل عام عايزين بس الاباء تخلي بالها من ولادها وهما بيتكلموا معاهم، بلاش لغه الاوامر، بلاش فكرة ان انا ابص لابني على انه لسه طفل مثلا، يكون شاب زي الفل 25 سنة مثلا وانا لسه باصص له على انه هو طفل. لا اعمل، لا انت ازاي ما تعملش ده، لا انت المفروض كنت عملت ما اعرفش، انت المفروض كنت رحت، انت المفروض كنت انت بلاش لغة الاوامر، بلاش الطريقة دي في التفاهم، لان هو برضو الجيل غير الجيل، الثقافة غير الثقافة، المجتمع غير المجتمع، هو عايش مع ناس غير اللي احنا عايشين معاهم او غير الاباء عايشين معاهم. بالنسبة للأبناء مش لازم نبص لكل نصيحة من الأباء على إن هي نصيحة بالية ملهاش أي 30 لازمة، بالعكس عندهم خبرة في الحياة وخبرة كبيرة جدا يقدروا يساعدونا إن احنا نستمد جزء. هو جاي من هناك، عارف اللي أنت تريح فيه، هو جاي من هناك وبيقول لك. طبعا نستمد من خبراتهم، ناخد من خبراتهم ونشوف ده يتوافق مع اللي احنا بنعمله دلوقتي ولا لا. مش كل اللي بيقولوا الأباء يا جماعة بيكون ثقافة قديمة وحاجات قديمة وحاجات مرفوضة، بالعكس احنا لازم نسمع للاباء لان زي ما قلت لحضراتكم انه الاجيال بتتطور، جيل بعد جيل بيتعلم حاجات جديده وثقافه جديده والتقاليد والعادات، وبيبقى جاي عايز يكسر كل العادات والتقاليد اللي هو شايف من وجهه نظره ان هي ما هياش صحيحه، لكن هي لفتره من الفترات والزمن من الازمنه كانت صحيحه. في اباء كتيره جدا بالمناسبه بيتكلموا مع اولادهم، وزي ما كانت منا كده وبتقول ان هي بتتواصل مع ولادها باستمرار وهو متطور. هو ده اللي احنا عايزينه، ان كل اب دلوقتي، انا مش بتكلم على الاباء اللي هم ابائنا، بتكلم عننا احنا كمان كاباء دلوقتي. ما هو احنا انا كنت عايز اسالك السؤال ده، هل احنا عندنا نفس القدره اللي كانت عند ابائنا؟ يعني انا اتيحت لي فرصه النقاش الدائم لكن انا مش كده مع اولادي، انا فاتحه مجال للنقاش وفاتحه مجال للكلام بس لكن أنا بقى ببقى فعلا نفسي ان انا اقول شويه حاجات وتتنفذ، اعملوا بس اللي بقول عليه والله هننبسط. هي مش هتتنفذ وهم عندهم شخصيتهم، وكنا لسه بنتكلم يمكن في حلقه فاتت الاسبوع اللي فات تقريبا ان ده مش معناه ان الولاد مش متربيين لو مش بيسمعوا كلامنا دلوقتي، لان كل اللي احنا بنعمله لازم نفضل نواصل عليه،
لازم نفضل نعلمهم ونفضل نربيهم، لان هم بعد فتره من الزمن لما يوصلوا لمرحله النضج هيكتشفوا وهيقعدوا يفكروا في كل كلمه. زي احنا دلوقتي، انت دلوقتي يا منى لفتره من الفترات اكيد اول ما بدانا نكبر وبتاع اكيد في مرحله من التمرد كده كانت بتحصل. طبعا مع الوقت ولما كبرنا دلوقتي بقعد افكر زمان اول ما بدات اتمرن والدي كان بيقول لي ايه، والدتي كانت بتقول لي ايه، بنفذ بالحرف بالحرف اللي هم كانوا بيقولوه. تخيلي، فهي مساله نضج بس، او ان احنا نصل لمرحله نضج فاقدر افكر اذا كان اللي كان بيقوله لي ده صح ولا غلط. حقيقي. فهو صراع الاجيال موجود، للاباء مطلوب منهم ان هم يقعدوا يتواصلوا مع اولادهم، يشوفوهم بيفكروا ازاي، يشوفوا دماغهم رايحه فين، يشوفوهم عايزين يعملوا ايه، عشان حتى الابناء نفسهم ممكن يمتنعوا ويرفضوا ان هم يروحوا يحكوا لاولادهم لابائهم، ودي مشكله كبيره جدا، لان مش هبقى عارف ابني رايح فين ولا بيفكر في ايه ولا بيعمل ايه ولا مصاحب مين، ولا هبقى مش عارف اي حاجه، وهبقى انا السبب ان انا اكون مش عارف. ليه؟ لانه كل ما يجي يحكي لي حاجه منه اقول له انت غلط، انت المفروض، انت لا، اسمع منه وشوف دماغه رايحه فين. اقعد بس لما اشوف الغلط اعمل ايه؟ مش المفروض افضل ساكته يعني؟ ما انا مش هفضل ابارك الغلط علشان يفضل مش يعرف مباركه الغلط بمعرفتي وانا سايباه يكمل في الغلط. مش يعني مباركه الغلط، لكن تقويم الغلط بيحتاج لتأني في التعامل، ما بيحتاجش التصرفات السريعه ولا وزعيق وكده، لا، تقويم الخطا بيحتاج لتأني في التعامل، خصوصا انا بتعامل مع شاب دلوقتي يملك قرار، يعني قادر ان هو يتصرف. والله مش من سن الشباب يا شاذلي، يعني من اول سن الطفوله بقى عندهم، مع طبعا الوضع في الاعتبار انهم متطورين اكتر مننا احنا، اللي احنا يعني بنتعامل مع كل وسائل التواصل وبنتعامل مع كل وسائل التكنولوجيا، لكن حاجات كتير جدا ابقى متلخبطه فيها في الموبايل وحد من ولادي يظبطها لي مثلا، او عايز اظبط حاجه في كل حاجه ده انا ما اعرفش اجيب ساعه من الموبايل. فاحنا بنتكلم ان في فرق سرعات زي ما بيتقال مع التكنولوجيا، هم بالفرق ده بيبقوا معتقدين ان هم عندهم العلم وعندهم المعرفه وخلاص انا عارف، ما بيبقاش يبقى الولد بيعرف يقرا ويكتب لكن عارف يعمل تشانل على يوتيوب ولا على تيك توك ولا على اي حاجه من المنصات، فهو معتقد ان هو خلاص نجم بقى وانفلونسر ومؤثر وصانع محتوى، ومش مقتنع ابدا صحيح لكن بالنصيحه، لان هو شايف ان هو اللي بيدي نصيحه، هو بقى العارف وبيدي نصيحه الناس مش عارفه واللي بيتفرجوا عليه ناس مش عارفه، وحاجه يعني بتبقى صعبه جدا والنتيجه بتبقى سيئه. فعشان كده اعتقد ان احنا التحدي قدامنا اكبر من اللي قدام اهلينا بكل تاكيد، ولازم هو يعرف كمان، لازم الابناء تعرف حاجه زي دي كويس، ان في حاجه اسمها خبره حياتيه، خبره من المواقف. الاباء لو سابوا اولادهم ياخدوا الخبره من هذه المواقف وهم اللي يتصرفوا وهم اللي يواجهوا الحياه، زي ما بنقول ما بقاش واقف حائل ما بينه وما بين الحياه ومواقف الحياه، لا انا اسيبه مره واثنين وثلاثه ويغلط عشان يتعلم عشان بعد كده يتصرف صح بحدود، فانا كده ابقى علمته بحدود. بكل تاكيد طبعا بحدود. بكل تاكيد وجه بس ما تكسرش الخاطر، وجه بس ما تكسرش الشخصيه، دي وجهه نظري طبعا يعني طبعا. وعاقب ما فيش مشكله خالص من العقاب، ووجه لكن من غير ما تاثر على كرامه او متاثر على ان ابنك يبقى شايل جوه نفسه انك كسرت خاطره او كسفته او اعتقد ده هيفرق كتير. لكن انا شايفه ان يعني تدخل الاهل مهم جدا طبعا بكل تاكيد، ولازم يبقى في سلطه ابويه وسلطه من الام على الولد بكل تاكيد. وبرضه نرجع نقول الخبره الحياتيه اللي هم اكتسبوها طول حياتهم وطول مشوارهم في الحياه، هم بيبقوا حريصين على ان ابنائهم هم كمان يكتسبوا من هذه الخبره، فاسمع منهم كابن، اسمع من والدك واسمع من والدتك كمان، وشوف هم بيفكروا ازاي برضه، وشوف هم نصيحتهم ليك عامله ازاي في هذا الموقف، وقدر انت الموقف بحسب ما اكتسبت من خبراتك المحدوده في الحياه، فخبراتهم على خبراتك هتتصرف صح في النهايه. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح النور. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.